اهلا وسهلا بكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. النهارده عندنا في سكشن الرياضه اهم الاخبار، طبعا الغاء مباراه الاهلي والداخليه الوديه اللي طبعا كان مقرر ليها مساء اليوم طبعا لدواعي امنيه. مسؤول الاهلي فوجئوا صباح اليوم بفاكس رسمي من وزاره الداخليه بالغاء المباراه، طبعا الامر طبعا اللي ادى لحاله من الارتباك في جدول الجهاز الفني بقياده مانويل جوزيه، خاصه ان الجهاز الفني كان بيعول على هذه المباراه للوقوف على مستوى اللاعبين قبل السفر لمواجهه البن الاثيوبي في دور 32 او ماتش الذهاب 32 للابطال الدوري. وطبعا عرفنا برضو ان الكابتن صلاح عبد الحفيظ مدير الكوره ابدى استيائه، وهناك حاليا محاولات خارجيه لخوض اي مباراه وديه مع احد الفرق خارج القاهره. وطبعا برضو عرفنا ان في فاكسات واصله للنادي الاهلي من دول شمال افريقيا، بيحاولوا حاليا جهاز الكره بالنادي الاهلي انقاذ ما يمكن انقاذه وخوض اي مباراه قبل السفر مباراة البن الأثيوبي.